15 جوال بالغرفة. لا لا 17 والله الظاهر ان فيه ابراهيم يحب قلبك بعد اسبوع. انا ابراهيم يحب قلبك قبل سنتين يا عيال. تخيلوا امس اليوم الفجر بدال اكمل مشوار كلنا اوتسايد وكلنا نطلع خلاص انتهى. عشان هذا ابراهيم اللي طاف كلنا. طيب ريان تخيل الحصانه ياخذونها 3 من 10 ويجون 3 من 18 للبارح نتصفق بعضنا بدال 10. انا في من يقوله هذا النظام بالنسبه لي ما نبجي. لو نزلوني بقول له ما نبطال والله ما نبطال. راقد احسن رقده في حياتي اللي يقوله منه. اي والله مره انا مرتاح. يقول اليوم بيجي سعيد الجوز اليوم فقره الحصان. يعني انا اجي بدال زايد طلع زايد اخذ حصانه اجي بدالها يسوون اقل واحد ريال تعال يا رب. ليه توقف عند الباب؟ طبعا ما نطالع. اذا بدك اختار اي واحد طبعا ما نطالع. سبها لها الدعوه. انا ما ادري سبها. طب انا وش ذنبي محافظ عن قاطر؟ والله خاطر انا هذا كسر خاطر. هذا كسر حياه. انا محافظ عن قاطر وش ذنبي يوم يطلع زايد اخذ حصانه؟ قاطر من الحاسم حمد الضيال. فنجان بخشمان صلاه يا عيال ولا وش؟ ليه ما تجيب الهواء عندك؟ مشعل اذان عفان. لا تلومه يا عفان يهوجس في البرايم هناك الحاله. ابو خشمان بجيك بالقشطه والتمر. ابو خشمان بجيك ابو خشمان. يلا يلا يا ولد انا شرات للشاهي في المواقف خدمين الحال تجيني كل ما شميت عطرك وتخيل لي. الله يقلك يا علي سعيد كانت تشوفني ما عاد في احد يقول جسوم ذهني خلاص. يلا لا تجعلنا موقف حرج. كلش تغير وانقلب ولا عاد نشبه نفسنا نركض ويسبقنا التعب.